صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول من يقول اللهم اشفع لي عند فلان؟ أعوذ بالله، لا يجوز هذا. هذا استنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يستشفع بالله عند المخلوق هذا جعل الله أقل من المخلوق، لأن المستشفع عنده أعظم من الشافع. لما قال له رجل إنا نستشفع بالله عليك، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، تدري ما الله؟ ثم وصف الله جل وعلا. فلا يجوز أن يستشفع بالله على أحد من خلقه، ولكن العكس أن يستشفع بالمخلوق عند الخالق لا بأس. نعم.